طيب دي كلها اخبار وامور مهمه جدا بالنادي الاهلي او بالفريق الاول لكره القدم بالنادي بالتحديد. عايز اقرب من الصوره بشكل اوضح، اروح لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي والمرافق لبعثه الفريق في تونس عشان يقول لنا كل الجديد اللي بيخص الفريق. يا كريم اهلا بيك، الجديد بالنسبه لك ايه؟ طمنا، اتفضل. مساء الخير عليك زميلي امير هشام، مساء الخير على كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. اكيد من خلالك زي ما انتم متعودين وزي ما كل جمهور النادي الاهلي متعود، بنحاول ان احنا نحط جمهور النادي الاهلي في الاجواء، التدريبات، فندق الاقامه، لكل الاخبار طبعا الخاصه بفريق النادي الاهلي، واهميه طبعا كبيره جدا لمباراه النجم الساحلي والنادي الاهلي، مباراه غايه في الاهميه، لها تحضيرات فنيه سواء لنادي النجم او للنادي الاهلي، لكن النادي الاهلي استعد بشكل جيد جدا، ومباراه الجونه كان ليها تاثير كبير، النتيجه والاداء معنويا رفعت كتير جدا من معنويات النادي الاهلي، والخلاص يعني زي ما كابتن سيد عبد الحفيظ من خلال لقائي معاه قال انا بحيي اللاعبين على الفصل، لان كانت نقطه مهمه جدا ان انت تفصل بين مباراه الجونه ومباراه النجم الساحلي. الحقيقه طبعا كان مجهود كبير بذل من الجهاز الفني لفصل المباراتين لتكون اولويه لمباراه الجونه ومنها مباشره الى مباراه النجم الساحلي. ان شاء الله باذن الله عندنا ثقه كبيره في اللاعبين من خلال رؤيتنا لحديث اللاعبين الثنائيه، من خلال التدريبات، من خلال التركيز الكبير جدا اللي احنا لامسينه مع لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. إن شاء الله بإذن الله تكون هذه المباراة في كل الظروف تكون مهيئة للنادي الأهلي، ظروف المناخ، ظروف الجمهور، كل الأمور إن شاء الله تكون من نصيب النادي الأهلي. نقطة كمان يا أمير، وأنت عارف كنت متواجد كمان في تونس، إحنا في رادس والملعب طبعا بتاع النجم الساحلي في سوسة طبعا، فالأمر ده يمكن نقطة إيجابية لفريق النادي الأهلي، مش هنقدر إن إحنا نبني عليها بشكل كبير، لكن يعني على المعلومات وعلى الأمر الواقع اللي إحنا متواجدين فيه إن اللي جاي طبعا على رادس، يعني الناس بتقول لنا أنت كده دلوقتي تعتبر غريب، يعني النجم جاي غريب على نادي رادس بلغة الكرة طبعا، لكن الشعب التونسي كالعادة طبعا كله بيتمنى للنادي الأهلي التوفيق، وتحديدا كمان جمهور نادي الترجي من خلال يعني مقابلاتنا معاه الكل بيتمنى للنادي الأهلي التوفيق نظرا للحساسية الكبيرة جدا طبعا هنا في تونس بين النجم الساحلي والترجي التونسي. أرجع معاك أمير للتدريب للنادي الأهلي النهارده، طبعا هيكون التدريب الثاني زي ما أنت عارف، التدريب الأول كان على الجامعه الرياضيه التونسيه، اكدنا على الملعب، الملعب مش جيد يعني نجلته مش جيده، لكن ما فيهوش مدرجات وبعيد شويه، يقدر مستر فايلر ان هو يفرض سريه تامه على التدريبات، الراجل بيحاول ان هو يطبق تكتيك، كان في قراءات كثيره جدا في مصر لبعض الفيديوهات المباريات الاخيره لنادي النجم الساحلي، في امور كثيره جدا اكيد تم الوقوف عليها فنيا وتكتيك داخل الملعب، لكن اكيد مع وجودنا في تونس ومع استمرار التدريبات النقاط الاخيره شغال عليها بشكل كبير جدا مستر ريني فايلر، وان شاء الله كمان النهارده باذن الله يكون الجزء اكبر. امبارح كان التدريب 45 دقيقه او 50 دقيقه، النهارده اكيد التدريب ممكن يبقى يفضل ساعه او ساعه و10، لان اكيد النهارده هتكون الجرعه التدريبيه كبيره لفريق النادي الاهلي. نقطه كمان مهمه جدا وهو غدا ان شاء الله هيكون التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي على استاد رادس اللي هيستقبل المباراه يوم الجمعه، يسبق التدريب مؤتمر صحفي للنادي الاهلي في تمام الساعه 7:30 مباشره، الساعه 8 يكون تدريب فريق النادي الاهلي، كل التوقيتات طبعا بتوقيت تونس. قبل المؤتمر الصحفي للنادي الاهلي يكون طبعا مؤتمر النجم الساحلي. الامور كلها امير الحمد لله حتى هذه اللحظه تنسيقيه مع الدكتور مهند مجدي رئيس البعثه، السفير طبعا نبيل الحبشي اللي بيقوم بدور كبير جدا، كابتن سعد عبد الحفيظ، كل الامور دي الحمد لله مصبه في مصلحتنا بشكل كبير جدا، وباذن الله ان شاء الله نتمنى كل التوفيق، وال 500 اللي هيكونوا متواجدين طبعا على حسب تصريحات معالي السفير نبيل الحبشي 500 من الجاليه المصريه يخشوا بالباسبورات ان شاء الله باذن الله يكون ليهم دفعه كبيره يشجعوا الفريق رغم قله العدد، لكن اي واحد او اي 2 3 10 من جمهور النادي الاهلي بيكون لهم مفعول السحر ان شاء الله، كل الامور تكون في مصلحتنا، وباذن الله نعود من تونس بنقاط هذه المباراه. عوده ليك زميلي امير. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا زميلنا المميز والمتالق كريم احمد مراسل قناه الاهلي.